ليست مع بعض الناس يحملهم على الفيسبوك وعلى التويتر يتحدثون عن وكأننا اكتشفنا حديثا ان الأديب ساويراس هو قبطي مسيحي ارثوذكسي ينتمي الى الكنيسه المصريه. الكنيسه المصريه مؤسسه وطنيه، بعض المصريين شريحه وجزء اصيل من هذا الشعب، و أدائهم الوطن لا تشوبه شائبة، قدموا شهداء لهذا الوطن وقدموا وما زالوا يقدمون في كل الثورات التي حدثت في مصر، ثورة 19 وحتى ثورة أغسطس 19 ل 52 ل ما حدث بعد ذلك في 25 هم إخواتنا في الوطن. عندما نتناول رمز منهم لم نكن عندما نتناول خيرت الشاطئ نتناول المسلمين، محدش قال كده خالص، او نتناول الاسلامي محدش قال كده خالص، كنا نتناول مهندس ملياردير طموح خلط المال بالسياسه فضيع جماعه متديله 90 سنه وصلت الى السلطه. فلا يجوز عيب ان الناس تردد بعد هذا العمر الطويل اللي قضيناه في الدفاع عن قضايا هذا الوطن وقضايا الاقباط بالتحديد من سنه 90 وقت ما كان مع كامل احترام للناس كلها ولا مفكر قبطي ولا شخصية قبطية ولا رمز قبطي كان يستطيع ان يفتح بقه في مصر ويقول في مشكلة للأخبار. كنا نضع رقابنا على أكفنا ونذهب إلى صعيد مصر لنقول اغتيال 40 قبطي رفضوا دفع الجزية في صعيد مصر. زي منشطات حمراء تكتبها جريدة الأهالي، وكنت أعتقل في اليوم الثاني مباشرة بدعوى ترديد معلومات من شأنها تكدير السلم. في قصة الأخبار الكنيسة مؤسسة وطنية وعلى رأسها بابا وطني، الأخبار في قلوبنا، إخواتنا لهم كل التقدير وكل المحبة، ولا يجوز ولا يصح أن نحرف هذه المعركة لتكون معركة بين مسلم ومسيحي. عيب لنا مسلم بالمفهوم التقليدي، يعني شرف لي ان انا ابقى مسلم بس مش مسلم متعصب، ولا نجيب سويس مسيحي بالمفهوم التقليدي.